مساء الخير على كل حضراتكم. بنستعرض معكم في هنا مسبيرو أهم ما يحدث في مصر وعلى أبرز أو من أبرز الأحداث التي حدثت على الساحة اليوم هي زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيقة. بدأ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى الكويت اليوم في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة. وطبعا كان في استقباله بمطار الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت. حول هذه الزيارة وأهميتها وأهمية التوقيت وتحليل هذه الزيارة معنا عبر الماسنجر مشرفنا دكتور أشرف سينجر أستاذ السياسة الدولية وعضو المجلس القومي للشؤون الخارجية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك معنا، مشرفنا النهاردة في هنا مسبيرو ونتحدث عن أهمية زيارة سيادة الرئيس اليوم إلى الكويت وهذه الزيارة المهمة وهذا التوقيت أيضا يا فندم. طبعا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت بتأتي في إطار آلية العمل العربي المشترك والاستعداد للقمة العربية التي تتوقف في الجزائر ورئاسة القمة العربية الآن تحت طبعا رئاسه الكويت، وبالتالي من المهم نجاح هذه القمه لما تشهد هذه القمه من تحديات لمناقشه التحديات والصعاب والامور المستجده في النظام الاقليمي العربي وتحديات النظام الدولي واهمها طبعا معجمه جماعه الحوثي دي طبعا تحديات كبيره جدا هي حمايه الامن القومي العربي وفي ظل ما يحدث عالميا. كيف ترى حضرتك اهميه التنسيق على كافه المستويات سواء على الملفات الامنيه او طبعا الملفات الاقتصاديه او غيره وفي ظل ما يحدث من وجود ازمه عالميه في ظل الازمه الاوكرانيه الروسيه والازمات العالميه؟ هو ده المهم كما اشرت ان رئاسه الكويت لجامعه الدول العربيه في الاجتماع القادم في الجزائر سيكون مهم جدا، سيكون مهم جدا لان الكويت طبعا في ترابطها ضمن افضل خمس شركات الاثنين لمصر، دي كلها امور تعتبر هي الاساس اللي بيتبنى عليه العلاقات طبعا السياسيه وترابطها باعتبار ان استقرار الكويت سياسيا وامنيا بيمس طبعا جمهوريه مصر العربيه. الكويت موجوده طبعا في بيئه كانت تتعرض دائما لتهديدات مستمره حول الخليج العربي، وبالتالي ارتباط الكويت بوجهه النظر المصريه ده مهم جدا. طبعا التحديات الجديده مع رفع اسعار الطاقه مع طبعا قرار بوتين بغزو المنطقه اللي هي في شرق اوكرانيا وما يترتب عليه من ارتفاع الاسعار الاساسيه ده بيستلزم التعاون بين طبعا قيادتين كبيرتين الكويت ومصر للاستعداد لكل التحديات التي ممكن ان تؤثر على المنطقه العربيه سواء كانت تحديات سياسيه او اقتصاديه او امنيه. وبالتالي هذه الزياره اتت في وقت مكافحه القضايا، ويحل الرئيس السيسي على اي دوله عربيه بيحل على بيته الثاني استقبال كان واضح كما حضرتك اشرتي ممتلئ بدفء المشاعر واستقبال بيعبر عن اهتمام القياده الكويتيه الشعب الكويتي بوصول زعيم عربي كبير الرئيس عبد الفتاح السيسي الى دوله الكويت. وطبعا يعني كان واضح في كل مراسم الاستقبال وعلى المستوى الرسمي اهميه طبعا وجود طبعا ولي العهد، وكما تم طبعا توضيح هذا في الاستقبال بشكل كبير. وطبعا كل اللقاءات الجزئيه والحميميه كانت واضحه في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار ان الكويت تدرك هذه الاهميه للدوله المصريه والى رئيسها والميراث الثقافي الذي بناه المصريين في الكويت من قديم الزمن. صحيح. طب اسمح لي دكتور أشرف، بما أن حضرتك أشرت إلى فكرة الميراث الثقافي وتأثير القوى الناعمة والثقافة المصرية في الثقافة العربية عموما وفي الكويت خصوصا، كيف ترى حضرتك أهمية هذا التأثير وعمقه؟
طبعا لان الكويت يعني من ستينيات القرن الماضي احتضنت الكفاءات المصريه التي ذهبت الى الكويت بحب ورغبه لبناء دوله الكويت، سواء على المستويات القانونيه او المستويات الثقافيه، مثل مثلا مجله العربي. دي مجله كانت لها طبعا تاثير كبير في الثقافه العربيه والثقافه الكويتيه. طبعا كان يرى تحريرها طبعا احمد زكي، طبعا الكاتب الصحفي المصري الكبير الذي اسس لهذه المجله دورا كبيرا ثقافيا. المجال طبعا جميع وسائل الاعلام في الكويت بدات التحضير لهذه الزياره التاريخيه من الاحد الماضي، حيث تصدرت منشطات الصحف ووسائل الاعلام الاخرى خبر زيارة فخامة الرئيس السيسي إلى الكويت، كما أن مدار أيضا من استعدادات تمت على قدم وساق في قصر بيان لاستقبال الضيف الكبير كان شيء يعني لافت جدا للنظر. الحقيقة هو كان فعلا استقبال لافت للنظر الحقيقة. وأيضا ما صحيح. لا يتجزأ من الأمن المصري، الأمن القومي المصري. صحيح، الأمن القومي العربي طبعا هو يعني هم رئيسي للأمن القومي المصري، وسيادة الرئيس أشار لده أكثر من مرة. أنا بشكر حضرتك الحقيقة، شكرا جزيلا. كاتب صحفي بسام القصاص بجريدة السياسة الكويتية، شكرا جزيلا. وبعد الفاصل ومعنا ما زال عبر الماسنجر دكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسة الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. بنستكمل هذا التحليل المهم بعد الفاصل مباشرة. العلاقة بين مصر والدول العربية علاقة دايما إخوة وأشقاء، ومصر دايما الأخ الأكبر للدول العربية، ودايما بتمد يد العون والمساعدة للدول العربية في أي وقت تحتاجه. وطبعا أكبر دليل على كده زيارة السيد الرئيس النهاردة للكويت. النهاردة دي زيارة أخوة دايما عند الشكوك أمير الكويت، ودايما علاقته بالدول العربية كلها علاقة دايما أخوة وصداقة، ودعموها أكتر بالمصالح الاقتصادية بين الدول العربية. طبعا كلنا عارفين أن مصر هي يعني المحرك الأساسي للدول العربية، سواء كان في المجال السياسي أو المجال الاقتصادي وحتى المجال العسكري. يعني مصر هي القلب النابض للأمة العربية، وكل الأحداث التاريخية بتقول بينا إلى نفس النتيجة، أن الأمة العربية قلبها النابض مصر. مش الدول العربية بس، هو كده السياسية بتعمل كمان توسع مع الدول الأفريقية كمان، ودلوقتي بيه في مجالات كتيرة شاملة كل حاجة، حتى على مستوى الشعب برضو في يعني في ترابط كتير من ناحية الدول العربية. والله أنا يعني شايف إن مصر من أهم الدول في المنطقة، وهي تعتبر مصر أم الدنيا، ودورها دور تاريخي في المنطقة، وطبعا هي رائدة جامعة الدول العربية. ومن غير مصر الدول العربية كلها يعتبر تحت ريادة مصر، ولها دور كبير جدا في بين الدول العربية وكده. يعني أنا من رأيي إن في الوقت الحالي ده في دور مصر كبير قوي في لم شمل جميع الدول العربية، وإن لأن مصر لها تقلها ولها وزنها، وبدون هي رمة الميزان في الوطن العربي بل في العالم كله. والله فيعني مهم جدا علاقة مصر والجامعة العربية، بتقوم بدور فعال. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى إن ربنا يوفقهم جميعا إلى ما فيه الصالحين. نعود مع حضراتكم مرة أخرى ونستكمل هذا التحليل المهم لزيارة سيادة الرئيس اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة. وما زال معنا عبر ماسنجر دكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسة الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. وبعود مع حضرتك مرة أخرى دكتور أشرف، ويمكن الصحف الكويتية، ويمكن كان من أبرز المنشطات على جريدة السياسة الكويتية طبعا، وهي إحدى أشهر وأهم الصحف بالكويت، زيارة الرئيس السيسي أفاق جديدة للتعاون بين الكويت ومصر. كيف ترى حضرتك هذه الأصداء في الكويت الشقيقة؟ بالتأكيد هذا يعني خبر يعني بس الحقيقة من السياسة الكويتية في تقييم لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت. الشعبين المصري والكويتي يعني لهم رغبة شديدة في أن يعني دائما يتواجدوا جنبا إلى جنب في استثمارات وفي دعم كبير في العلاقات بين الدولتين الشقيقتين.
بطريقة أخرى. دكتور أشرف؟ ألو؟ أيوة مع حضرتك يا فندم، اتفضل. بطريقة أخرى يعني مثلا صندوق الاستثمار الكويتي على سبيل المثال هو طبعا صندوق كبير فيه طبعا يعني قيمة عربية، لكن في الفترة الأخيرة دور مصر بطاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلت العالم العربي يفكر مرة أخرى بضرورة الاهتمام باجتماعات المجلس في جامعة الدول العربية. هو الحقيقة أنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد مرة أخرى فكرة أنه مصر قلب الأمة العربية، وهذا التعاون الوثيق والمشترك، وفكرة أنه ما تبقاش مصر يعني كانت في فترات سابقة كانت منزوية، ولكن أصبحت مصر في دورها مرة أخرى، دورها العروبي، دورها القومي، ودورها أيضا الإقليمي. عايز أعرف من حضرتك دكتور أشرف فكرة القضايا ذات الاهتمام المشترك اللي تم مناقشتها اليوم أيضا في هذه القمة أو في هذا الاجتماع، زي الملف الفلسطيني، الملف السوري، وايضا طبعا زي ما تطرقنا من قبل الى الامور الاقتصاديه والامور الاقليميه وغيرها. طبعا كما اشرت حضرتك الى ضروره اعاده سوريا الى البناء المجتمع العربي مره اخرى، ده تحدي بيواجه طبعا القياده المصريه والقياده الكويتيه بشكل طبعا استقرار العراق، يعني العراق الان بيواجه برضه تحديات والكويت جار للعراق، وبالتالي هناك اهتمام على ان الدوله العراقيه يجب ان تعود مره اخرى كشعب متكامل ودوله مترابطه مع المجتمع. عدم استقرار اليمن وخروج جماعه الحوثي عن العقلانيه وتهديد الرياض وتهديد ابو ظبي، تهديد الحوثي طبعا في اليمن تهديد يعني للامه العربيه للاسف بالتاكيد. كذلك برضو موضوع ليبيا والحفاظ على السياده الليبيه ودعوه والحفاظ على يعني استمرار العمليه السياسيه في ليبيا ان تتم وفقا للجداول المحدده وان تتم الانتخابات. يعني القضايا الان في العالم العربي تختلف عن 60 سنه منذ مثلا استقلال الكويت، يعني الوضع الان مختلف بالتاكيد. تحديات اكبر بكثير يا دكتور اشرف، يعني بقول لحضرتك تحديات اكبر بكثير يعني بالتاكيد طبعا. وبعدين الاخطر الان هو الصراع الدولي في الوقت الكبير بين القوى الكبيره بيخلي المنطقه العربيه يجب ان تكون نابهه لطبيعه مخرجات هذه التحديات مع الدول الكبرى، الصين مثلا متفقه روسيا، وبالتالي الاستعداد في القمه العربيه يجب ان تستعد الدول العربيه، وبالتالي ده خوف الرئيس عبد الفتاح السيسي على الكيان العربي، وان مهم ان نكون يعني وحده واحده وعالم عربي واحد في مواجهه هذه التحديات. أنا في ظني أن الزيارة كانت مهمة ومثمرة وسريعة في وقت مهم لطبعا تهنئة الأشقاء الكويتيين بعيد استقلالهم الوطني، ودي كانت لفتة إنسانية كبيرة من زعيم دولة عظيمة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يأتي دائما إلى الكويت بكل الترحاب وكل الحب من القيادة ومن الشعب، وفعلا يعني نسمع هذا جيدا من يعني كافه وسائل الاعلام الكويتيه بمدى حفاوه وحبهم لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي الذين يعلمون جيدا انه يسهر على راحه شعب المصري ويسهر على امان وضمان الامن القومي العربي زي ما قال سيادة الرئيس مسافة السكة. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لهذا التحليل القيم ومشاركة حضرتك لينا دكتور أشرف سينجر، أستاذ السياسة الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. وبهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وعاشت مصر قلب العروبة النابض، وكل التحية والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحية مصر، تصبحوا على ألف خير.